أستاذ جبريل. نعم. كأنه في الآونة الأخيرة انتقل الصراع إلى صراع سياسي رغم الانقسام الجغرافي أيضا الموجود، والبعض اطمئن أنه ما عدا الليبيون يلجؤون إلى الحوار بالحديد والنار، إلى الاشتباكات المسلحة، إلى الدماء. طيب لماذا حصل هذا التطور المؤسف الآن؟ ما الذي دفع فتحي باشآغا إلى الدخول إلى طرابلس بهذه الطريقة، وهو الذي تعهد سابقا أن يمارس مهامه من سرت وأن يمتنع عن دخول طرابلس بالقوة؟ هو حتى نكون أكثر دقة، الرجل لم يدخل بآليات عسكرية، دخل بسيارات مدنية ودخل بشكل بأعداد قليلة جدا ولم يدخل به. ولكن وإن كنا نرى هذه الخطوة أصلا خاطئة، حتى وإن كانت بسيارات مدنية وحتى وإن خرج وحقنا للدماء، أيضا هي من الأساس كانت خاطئة وحسابات خاطئة، لأن ما نحن يعني في المشهد السياسي الليبي، صحيح أن طرابلس هي العاصمة، ولكن في النهاية بكر العاصمة ليست نصا مقدسا وليست مذكورة في القرآن الكريم، فبالتالي من الممكن نقل العاصمة إلى مكان آخر، ودول كثيرة، ولعل تركيا غيرت عاصمتها في السابق، وأمريكا غيرت عاصمتها، دول كثيرة فعلت ذلك، فبالتالي لكن هذا الطرح الآن ربما أستاذ جبريل سيزيد سبب الخلافات وسيزيد المشهد الليبي تعقيدا في هذه المرحلة.